تحنينا عالدنيا بنتمنى نعيشها في كل ثانية، بس الحقيقة المؤكدة إننا لازم هيجي علينا وقت نسيبها ونمشي، ومش هيتبقى مننا إلا شوية ذكريات ووصية مكتوبة توصل لناس بنحبها. موقع الوصية، خلي كلامك عايش. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج كلام كبار. النهارده هنتكلم عن الرياضه وفايدتها في حياتنا، بس خلوني في الاول ارحب بساره. مساء الخير عليك يا ساره. مساء الخير عليك يا فيروز، مساء الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده. منورنا كابتن عمرو في الاستوديو. مساء الخير يا كابتن. شكرا. مساء النور. النهارده زي ما قالت فيروز هنتكلم عن الرياضه. كنا عايزين نعرف، يعني دلوقتي اغلب الناس بقت يعني بتعمل اشتراك جيم وما بتروحش، يعني بتشترك وبتقعد في البيت بقى اللي هو بتريح ضميرها. فايه الدوافع اللي تخلي الناس ان هي يعني تحمسهم ان هم يروحوا الجيم؟ هو مبدئيا انت لما تنزل الجيم محتاج انك تتابع مع كابتن عشان نشوف نتيجه، تشوف نتيجه في جسمك، في حركتك، في قوتك. هو ده اللي بيخليك يبدا الدافع انك تتحفز انك تنزل الجيم كل يوم. ناس كتيره بتكسل، بتبدا مثلا ايه تروح الجيم، بتاكل اي حاجه، تمرينها بيبقى مهمل، فبالتالي اكيد مش هيشوف نتيجه. فهو محتاج يتابع مع كابتن، يمشي له نظام غذائي صح هو محتاجه، نظام تمرين صح هو محتاجه، هيشوف النتائج واحده واحده. بس اللي بيحصل عامه هو بيدفع اشتراك الجيم، بيروح يوم يومين، الكابتن بيلعبه جنرال فبيتعب قوي ومش قادر يحرك مفاصله فبيريح ما يقدرش يعمل حاجه. فانت لما تمشي على نظام غذائي صح ونظام تمارين صح انت جسمك محتاجه، هتشوف تطور بسرعه جدا. غير انك غير انك تبدا كده مع نفسك وما تروحش الجيم وتاكل اي حاجه وفاست فود دايما، دي كلها اكيد مش هتديك الحاجه. طب يودينا للسؤال اللي هو الناس، في ناس بتروح جيم وتلعب فعلا رياضه ومع الكابتن وكل حاجه، بس تاكل اي حاجه في البيت فما تلاقيش نتيجه. أكيد. فهل الاكل هو اللي بيبني العضل والجسم ولا الرياضه، ولا الرياضه حافز؟ هما الاثنين مهمين. الاكل ليه 70% من انه يبني جسمك وانه يحسن شكلك، وال20% التانيين بتوع الرياضه اللي هو الجيم، ال10% التانيين ده بتاعه النوم. لو انا اكلت كويس وما اتمرنتش مش هشوف نتيجه، ولو اتمرنت كويس وما اكلتش برده مش هشوف نتيجه. الاثنين مهمتهم واحده، ولو عملت الاثنين وما نمتش كويس برضو مش هشوف نتيجه. فالاثنين مهمين، الثلاثه اذا كان النوم او التمرين او الاكل، الثلاثه مهمين مع بعض، عشان هو في الاول وفي الاخر التمرين مجرد محفز للعضله، واللي بيطلع العضله هو الاكل. بالظبط. طب هو انا لما بروح باكل وجبات ثقيله مثلا ودسمه وبعدين اروح على التمرين، هو مش كده المفروض حرقت اللي انا اكلته؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده. اولا انت عشان تروح التمرين محتاج قبلها تاكل بساعتين، مش اقل من كده، لان ده اصلا غلط على قلبك وعلى الضغط الدم في جسمك. مفيش حاجه اسمها حرقت اللي انا باكله، لان هي كلها حسبه سعرات حراريه بتدخلها في يومك. اذا كنت انت عايز تزيد او تخس، لو عايز تزيد سعراتك الحراريه بتزودها اكتر من اللي انت محتاجه، لو عايز تخس بتقللها اكتر من اللي انت محتاجه. فمفيش حاجه اسمها بروح اكل واحرق، ده كله بيبقى معتمد على النظام الغذائي ونظام التمرين بتاعي. طب ازاي بتتعامل مع الناس اللي بتيجي احنا كلنا مختلفين في نسبه سرعات الحرق؟ صح. فازاي بتتعامل مع الناس دي؟ لو الشخص عايز يزيد، ده بعمل له نظام غذائي بيبقى اكتر من السعرات اللي هو جسمه محتاجها. يعني هو مثلا سي محتاج 1000 سعره حراريه في اليوم، هو عايز يزيد فادي له 1500 سعره حراريه في اليوم فهيزيد. شخص مثلا وزنه زيادة فبيحتاج أقل من السعرات الحرارية اللي هو محتاجها، هياخد مثلا 1000، هو محتاج 1000 فبديله 800 أو 500. وده كله طبعا بيحتسب على شكل جسمه عامل ازاي. يعني هو لو 300 سعر حرارية نقصتها له من اللي هو محتاجه، هل هيبقى جسمه أحسن ولا 500؟ ده طبعا بشوف مع الوقت. فإذا كان كده، إذا كان واحد حسب استجابة جسمه. فنو رولز ان بودي بيلدينج، يعني مفيش قواعد مخصصة ممكن واحد تمشي على كل الناس. ما فيش حاجه اسمها تمشي على كل الناس.
ممكن واحد يحتاج اقل من 500 سعره حراريه من جسمه اللي محتاجه، في واحد محتاج ممكن 300 200 على حسب جسمه في المرايه عامل ازاي. والفكره مش فكره وزن، الفكره فكره شكلك في المرايه، انك لما بتزيد عضلات ده بيوزن، ولما بتخس دهون ده برضو بيوزن. فمثلا بيجي كلاينت معايا يقول لي انا ميزاني ثابت بس شكلي في المرايه اتغير. ليه ميزانك ثابت؟ عشان انت نقصت دهون وزدت عضلات، فانت كده كده شكلك في المرايه ثابت بس شكلك احلى، وزنك على الوزن ثابت بس شكلك طب في حاجه دلوقتي موضوع ان الوزن يبقى نفس الطول، يعني لو حد وزنه 60 يبقى طوله 160 ده صح ولا ده لا هو لا اساس من الصحه ليه؟ على حسب هو بيبقى يعني يعتبر دايما ان هو ده الوزن المثالي، بس انا مثلا بس احيانا بحس انه لا فعلا، يعني مثلا طولي 175 ووزني 76 وزني مش متقارب مع طولي، في فرق كيلو، بس انا شكل جسمي في المرايه عامل ازاي؟ شكله جسمي احلى، بس هما الاثنين كيلو دول بيبقوا باينين قوي يعني. ما هو على حسب انت لما بتخس دهون وبتزيد عضل الموضوع بيفرق. فبيفرق في شكلك في المرايه. فهو يعني بنقول عامه ان الوزن المثالي من زي طولك زي وزن جسمك بالظبط. طب وبالنسبه لكبار السن ايه موقفهم في موضوع الجيم؟ يعني احسن لهم مش احسن لهم؟ يعملوا ايه في الحاجات دي؟ دول اهم ناس المفروض يلعبوا رياضه. عامه الناس كلها المفروض تلعب رياضه، بس دول اهم ناس محتاجين يلعبوا رياضه. احنا في العادات والتقاليدنا مثلا بيبقى عندنا والدتنا او والدنا بيعاني من السكر او من الضغط او من القلب، ده كله بسبب الاكل وعدم الحركه. 90% من الامراض بتبقى بسبب الاكل، وال10% التانيين بيبقى بسبب التدخين او المخدرات. فكبار السن اكتر ناس محتاجه تلعب رياضه، محتاجه تشغل الدم في عضلات جسمها كلها، محتاجه تنزل تتمرن جيم تعلي من قوتها. هو مش هيلعب اكيد زي البودي بيلدينج الكبير، هو محتاج اللي هو يحسن نفسه، يحسن عضلاته، يحسن لياقته، هو محتاج ده كله، يحسن عظمه، ومحتاج ان هو يمشي على نظام غذائي، هو محتاج ده كله. فدول اهم ناس المفروض تلعب جيم. طيب دلوقتي في يعني في خرافه كده بتقول انه لو حد راح جيم وعمل يعني الشيب اللي هو عاوزه، لو خلاص وقف ورجع البيت وبقى عايش حياته الطبيعيه، هو اصلا كان جسمه مثلا رفيع، لك لا ده انت هتتخن بقى وجسمك هيبوظ وهتبقى هتبقى جسمك 100 كيلو. انا عن نفسي اتقالت لي الكلمه دي. ايوه هي الفكره اللي خلانا نقول كده ايه، ان فعلا الناس لما بتيجي تلعب جيم وبتبطل بتتخن. هي الفكره في بس لو كانت اصلا تخينه. لا هو انا هقول لك الفكره دلوقتي. هو انت كشخص طبيعي بتاكل 3 وجبات في اليوم، تمام؟ نزلت لعبت جيم فانت يعني حرقت اكتر فمحتاج تاكل اكتر، فبتاكل 4 وجبات. فالمعده كانت قد كده بقت قد كده، بس في حرق، يعني انت بتحرق. فوزنك ثابت عامه يعني او زايد شويه، فانت لما بتبطل بترجع تاكل 4 وجبات تاني، مع انك انت في الاول كنت بتاكل 3 وجبات. فانت لما اكلت 4 وجبات دلوقتي مفيش حرق ومفيش اي حاجه، ففي سعرات حراريه زياده بالتالي في دهون. طب لو فضلوا ماشيين على نفس النظام الغذائي الكويس، لا عمرهم ما يتخنوا، بس برضو هي حسبه سعرات حراريه، يعني هو لو حاسب سعراته حراريه عمره ما يتخن اذا كان هو عايز يزيد او عايز يخس. تمام. طيب دلوقتي يعني الناس اللي عايزه تعمل شيب بس وتبقى يعني ايه، يبقوا اللي هو هيلثي لايف ستايل، يبقى جسمهم بس صحي وكده، وعايزين يروحوا الجيم، لا عايزين يطلعوا عضل ولا عايزين يخسوا، يعملوا ايه؟ ده بينزل الجيم اولا بيتابع مع كابتن عشان هو بيوصل له هدفه احسن، يعني اذا كان عايز يزيد او عايز يخس او عايز يظبط على وزنه او لصحته عامه، بيعمل نظام غذائي، بياكل اكل صحي، بيتابع مدرب بيديله تمارين تزود له اللياقه في جسمه وقوته. اعتقد ده بيبقى اصعب من اللي عايز يخس او يتخن، ان حد يبقى عايز يعمل شيب من الاول لجسمه، انه يعمل شكل جسمه من جديد. يعني اللي هو عايز يبني جسم اساسا من الاول خالص. هما الاثنين واحد، ما فيش فرق كبير ما بينهم. اذا كان انت كنت عايز تخس او تزيد الاثنين واحد، يعني هو نفس الحاجه. طب والناس اللي من اقل مجهود بتتعب؟ يعني انا ما بمشي مثلا مسافه مش كبيره ممكن ابتدي انهج واتعب وما اقدرش اكمل اصلا، ما بقدرش اطلع السلم حتى. تمام. مع ان انا جسمي انا مش اوفر وانا لسه صغيره. تمام. ففي الحاله دي الناس دي بتعمل ايه؟ هو الفكره كلها في يومي ماشي ازاي. انا ادام حاطط مثلا انا بمشي كيلو كل يوم، فانا بتعب من الكيلو ده اللي انا بمشيه. فانا لو ضغطت على نفسي شويه مثلا مشيت كيلو ونص، صحتي هتبقى احسن وهمشي احسن. يعني الكيلو اللي انا همشيه ده اللي انا متعود عليه كل يوم بمشيه بتعبه، لو زودت على نفسي شويه، يعني هو قوه تحمل، انا جسمي متعود ان انا بمشي كيلو بيتعب.
فلو اديت له اكتر من كده هو هيتعود على كده، فبالتالي صحته هتبقى احسن. يعني الناس اللي بتطلع السلم وبتتعب لو اتعود اللي هو اولا ياكل اكل صحي ويخسس من وزنه شويه ويطلع السلم مثلا اذا كان بيطلع دور يطلع دورين، هيطلع الدور بعد كده وهو مستريح. ده برضو نفس المبدا اللي احنا بنتعامل بيه مع العضلات لما بتكبرش. العضله ما بتبقاش عايزه تكبر بنديها اسلوب هي مش متعوده عليه، لان العضله ذكيه، هي لما بتلاقي اسلوب جديد هي مش متعوده عليه فتقول لك لا انا اكبر عشان ابقى قد التحمل اللي هو الدهولي ده. دايما بيقول ان الجسم اذكى مننا، يعني بيسيستم اموره على طبعا. عشان كده ما ينفعش تعود نفسك على نظام تمرين معين او نظام غذائي معين، لازم تقعد تغير فيه. طب مش انا عشان اثبت على وزني بعد ما بعمل كل ده مش بمشي على نظام بقى بقيت حياتي عشان افضل ثابته يعني على الوزن ده؟ هو خلينا نحط في اعتبارنا ان احنا بنعمل الحاجه دي عشان صحتنا اولا. احنا لو مشينا بالمبدا ده عمرنا ما هنبوظ حاجه، مشينا ان صحتنا عيلتنا شغلنا اهم حاجه، الثلاثه دول من غير صحتي انا مش هقدر اعمل اي حاجه. فاهتم ان انا العب نص ساعه او ساعه في اليوم جيم واكل اكل صحي، انا لو خدت ان دي حياه صحيه مش بنا عشان عايز ازيد بعمل كده او عايز اخس عشان اعمل كده، لا لو خدت ان ده اللايف ستايل بتاعي انا عمري ما هبطله. طيب دلوقتي يعني في سن المراهقه بقى اللي هو اعدادي وثانوي كان بقت يعني الدايت بقى موضه ان هي تخس بالذات بقى في البنات اكتر بكتير. طيب بتعملي ايه؟ بعمل دايت؟ ليه انت رفيعه؟ لا ده انا تخينه. هي مثلا ممكن تكون رفيعه جدا. فده بقى بيأثر ازاي على صحتهم الجسديه؟ لما انت ما تكونش حد بروفيشنال او مش دارس اللي انت او مش دارس اللي انت بتعمله، ده بيأثر عليك جامد جدا. يعني بيجي لي مثلا كلاينت بيكون عامل نظام غذائي مع نفسه، فبيجي لي يقول لي انا زهقت انا خسيت شويه دهون ومش عارف اخس اكتر من كده، وايه اللي بيحصل بعد كده؟ ترهل في الجلد. ده اسوأ حاجه ممكن يحصل لها، لان الترهل عشان تشيله بيبقى صعب. فانت لما تيجي تعمل نظام غذائي يعني بمخك انت طبعا مش دارس حاجه زي كده، الاعراض ضعف عام في الجسم كله، دوخه ارهاق وتعب ودايما حاسس انك عايز تنام ومصدع، وممكن يوصل لحد كبير انك يغمى عليك بسبب انت مش عارف توفر اللي انت محتاجه، فماشي مع نفسك وخلاص. ده اكبر غلط، لازم تروح مع حد بروفيشنال متخصص في حاجه زي كده يعمل لك اللي انت عايزه. تمام. وقت فقرتنا خلص. طبعا استفدنا بكل اللي حضرتك قلته النهارده، الوقت كان قليل ما اسعفناش عشان نقول المعلومات كلها اللي كنا حابين نقولها. نستنى الفقره الجايه مع فيروز ومحمود في موضوع متخصص برضو في نفس اللي احنا بنتكلم فيها وقريب ليه. فاصل ونرجع تاني.